أهلا بكم من جديد. بعد الإعلان عن التحالف الإسلامي الجديد بقيادة السعودية تثار الكثير من التساؤلات حول مستقبله، أهدافه وآلية عمله إزاء تهديدات الإرهاب، حيث أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير أن أعضاء التحالف العسكري الإسلامي سيتبادلون المعلومات ويقدمون معدات وتدريبا وسينشرون قوات برية إذا لزم الأمر. مستقبل التحالف الإسلامي الجديد في تقرير أمجد أبو عرفي. تحالف وائتلاف جديد يضاف إلى تحالفات سابقة أخرى، ولكنه هذه المرة يحمل الطابع الإسلامي بعضوية 34 دولة عربية وإسلامية على رأسها المملكة السعودية، والهدف واحد وهو مكافحة الإرهاب في العالم الإسلامي والعربي من خلال تجفيف منابع التمويل للجماعات وكذلك قوى عسكرية تتدخل حسب الطلب في الدول الأعضاء بما يتضمن قوات عسكرية على الأرض. سوف تنشأ غرفة عمليات في الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربة الإرهاب في جميع أقطار وأنحاء العالم الإسلامي. التحالف الإسلامي ضد ما يوصف بالإرهاب يأتي بعد فشل التحالف الدولي والجهود الأخرى المبذولة في محاربة الجماعات المسلحة في سوريا تحديدا ودول أخرى كليبيا ومصر والعراق واليمن، خصوصا بعد تنامي الشعور بتهديد خطر هذه الجماعات للأنظمة العربية والإسلامية، ومن منطلق أنها الدول الأقدر على التعامل مع هذه الأيديولوجيات. نفعل ذلك بحكم أننا نحن مسلمون وندافع عن ديننا ضد من يدعي أنه يمثل هذا الدين. تنظيم الدولة الإسلامية داعش ليس الخطر الوحيد وليس الأول أو الأهم على ما يبدو في تصريحات الزعماء، ولكنه ذريعة تدخل للقضاء على جماعات وحركات أخرى سيتسع لها المصطلح الفضفاض للإرهاب لتحقيق مصالح الأنظمة ودول العالم الغربي. ليست عسكرية فقط، وإنما محاربة الفكر الأيديولوجي والنظام التعليمي والاقتصادي والاجتماعي. هذا هو نهج شامل للتخلص من الإرهاب. نحن نتوقع أن هذه المبادرة ستكون حافزاً لجميع الدول الإسلامية. ربما من خلال منظمة التعاون الإسلامي سنقف صفاً واحداً ضد أي نوع من الإرهاب وأي محاولة للتلاعب بالدين. لكنه تحالف تبقى أسباب فشله كامنة فيه بفعل اختلاف وتضارب المصالح بين الدول الأعضاء عند التعريف والتصنيف للجماعات إرهابية كانت أم غير ذلك، كما هو الحال بخصوص الموقف من جماعة الإخوان المسلمين مثلا. وفي الوقت الذي تقدم بعض هذه الدول الدعم المالي والعسكري لبعض الجماعات المسلحة التي يحاربها آخرون، فكيف يكون الاتفاق إلا إذا كان يستهدف أمرا لم يصرح به أو يضم دولا تشترك بذات الأهداف، وغياب دول أخرى تختلف معها كإيران. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ خالد الخلف، حقوقي ومعارض سوري. مرحبا بك الشيخ. في البداية نتحدث عن التحالف الإسلامي الجديد الذي تقوده السعودية، ودعنا نقول هناك ترحيب دولي وإقليمي لهذا التحالف، لكن السؤال، دعنا نقول عنوان هذا التحالف هو محاربة الإرهاب في نهاية المطاف، واليوم استمعنا لوزير الخارجية السعودي عادل الجوبير الذي يقول بأن التعاون قد يكون أيضا بنشر قوات على الأرض. هل ترى بالفعل هذا التحالف يذهب إلى هذه إلى هذا دعنا نقول إلى هذا المسار؟ مساك الله بالخير أستاذ الكريم، أنت وجمهورك الكريم. هذا التحالف يعني طال انتظاره، والحمد لله أنه أصرت السعودية وبالاتفاق مع الأشقاء في قطر وفي تركيا وفي مصر وفي عدد من الدول العربية والإسلامية الأخرى على إطلاقه الآن. هذا التحالف يستهدف الإرهاب بجميع أشكاله، جميع منظماته، مهما كان التصنيف، مهما كانت الخلافات بين بعض الدول، السعودية قادرة على أن تردم الهوة وتربط وتوحد الصف وتربط الدول الشقيقة ببعض مرة أخرى، وتستهدف المنظمات الإرهابية مهما كانت، وتستبعد منبع الإرهاب المتمثل بإيران. نعم، ربما هذه النقطة الشيخ خالد، لم نسمع دعنا نقول ردود فعل واضحة من موسكو أو من طهران. هل ترى ربما هذه الدول تقوم بإعاقة عمل هذا التحالف؟ لن تستطيع لا إيران ولا روسيا إعاقة عمل هذا التحالف. التحالف منطلق ثابت، بدأ على مبدأ أساسي في منظمة المؤتمر العالم الإسلامي، انطلق منها. السعودية تضع ثقلها الدولي والإقليمي كامل بالإضافة للثقل القطري والثقل التركي لإنجاح هذا التحالف. إيران مستبعدة، لأن الكل يعلم أن إيران تدعم
هي من أوجدت داعش، هي من دعمت القاعدة، هي من تمول داعش الآن في عملياتها في العراق وتحاربها، تمولها من جهة وتحاربها من جهة أخرى، هي من تمول القاعدة وتحتضن أيمن الظواهري، يعني إيران مكشوفة، الروس أيضا يدعمون الإرهابي بشار الأسد، إذن هم في وجهة نظرنا نحن أيضا هم إرهابيين، لا يقلون إرهابا عن من عن 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 من يدعمون. نعم شيخ خالد، هناك نقطة أخرى، دعنا نقول هذا التحالف يضم أعضاء كثر في نهاية المطاف، وربما العنوان الأبرز لهذا التحالف هو محاربة الإرهاب، ودعنا نقول كل دولة أو عضو في هذا التحالف له سياسة خارجية مختلفة إزاء تعريف الإرهاب. على سبيل المثال مصر بقيادة السيسي ترى جماعة الإخوان المسلمين أو قسم من جماعة الإخوان المسلمين وكأنها منظمة إرهابية، السعودية لا ترى بذلك، قطر لا ترى بذلك، ربما ألا ترى بأن هذه الأمور قد تعيق عمل أو آلية عمل هذا التحالف؟ حنكة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وحنكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قادرة على أن تذيب حواجز الجليد بين المصريين والأشقاء القطريين وبين الأشقاء الأتراك والباكستانيين وإلى آخره، لنفترض أن هناك فعلا خلافات، هذه الخلافات أصغر من أنها من أن تبقى بوجه تحالف إسلامي هو مطلب الشارع الإسلامي بعد أن قتل وشرد الآلاف لا بل الملايين من أبنائنا في العراق وسوريا على يد إيران الإرهابية المجرمة وعلى يد داعش والقاعدة الإرهابيتين وعلى يد حزب الله المجرم الإرهابي وعلى يد ميليشيات الحقد الشيعي وشبيحة بشار الأسد. هذا مطلب إسلامي، لن تتوقف أي خلافات صغيرة بين الدول، لن يسمح بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ولن يسمح بها سمو أمير قطر، نعم. ولن يسمح بها السيد رجب طيب أردوغان، ولن يسمح بها سمو الأمير محمد بن سلمان. نعم. شيخ خالد، سؤال أخير، ربما هناك من يقول بأن داخل هذا التحالف هناك أعضاء، والحديث عن دول هي أيضا داعمة لفئات أو فصائل معينة، منظمات إرهابية معينة، واليوم تقرر محاربتها، هناك من يشكك في هذا الأمر شيخ؟ أولا التلميح الإيراني أستاذ الكريم واضح لدور قطر والسعودية في دعم الثوار السوريين، في دعم العرب السنة، مما يعني جعل من إيران أو ذهب بإيران لدرجة أنه تتهم السعودية وقطر بدعم تنظيمات إرهابية. أولا السعودية وقطر وتركيا أكثر المتضررين من عملية من أعمال هذه التنظيمات الإرهابية، بينما إيران رغم أن السعودية وقطر يعني تبعد آلاف الكيلومترات السعودية عن مواقع التي تحتلها داعش، مع ذلك السعودية هي أكثر الدول المتأذية والمتضررة من داعش ومن القاعدة، بينما إيران المحادية التي لا تفصل أراضي داعش عن حدود إيران أقل من 20 كيلومتر لم يحدث فيها أي عملية إرهابية لا لداعش ولا للقاعدة، ونحن نعلم أين يقطن أيمن الظواهري في كامب يبعد 60 كيلومتر عن طهران وتحتضن إيران منذ سنوات طويلة. لكن يا سيدي الكريم، نحن جاهزون كثوار سوريين لدعم هذا التحالف بعشرة آلاف مقاتل سوريين جاهزين لأن يكونوا تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولن نقبل والقتال شيخ السعودي الرائد في قيادة العالم الإسلامي بأي شكل من الأشكال، سواء كان من طرف شبيحة الأسد أو من طرف الشبيحة الإيرانيين والمرتزقة حزب الله ومرتزقة. نعم شيخ خالد، تقول أنت تقول عن 10,000 جندي، الحديث إرسالهم إلى الأراضي السورية ليقاتلوا من؟ ولماذا لا؟ يجب منذ البداية، كان يجب على الأشقاء العرب والمسلمين وعلى رأسهم السعودية وقطر وتركيا أن يرسلوا قوات إلى داخل سوريا لقتال طرفين، قتال شبيحة بشار وحزب الله وميليشيا الحقد الشيعي التي تقتل بالعرب السنة هناك، وقتال داعش والقاعدة الأرهابيان الذين يقتلون، والكل بما فيهم نعم إيران وشبيحة حزب الله وشبيحة داعش وشبيحة إرهابيين داعش وإرهابيين القاعدة، هم كلهم عدة أوجه
لعزكم الله نعال واحد اللي هو النعال الإيراني. نعم الشيخ خالد الخلف حقوقي ومعارض سوري، شكرا جزيلا لك.